ايه هي الطريقة الصحيحة لحساب الدهون في الكيتو دايت؟ اخد كم معلقة زبدة وزيت كل يوم؟ انا باخد معلقة زبدة واحدة بس في كل وجبة، هو انا كده صح ولا غلط؟ انا الدكتور كتب لي 6 معالق سمنة بلدي كل يوم، هو كده صح؟ على فكرة بجد في حد بعت لي قال لي كده، دي مش تأليفة. موضوع حساب الدهون موضوع كونفيوزنج شوية، وفي ناس كتير بتتلخبط فيه وبيبقوا مش عارفين يحسبوها ازاي، او اصلا ايه هي كمية الدهون اللي هم لازم ياخدوها في الدايت بتاعهم. في الفيديو ده هنتكلم عن الموضوع ده بشكل شامل، وهحاول اجاوب عن كل اسئلتك فيما يخص الدهون في الكيتو دايت. هقولك اولا ايه هي انواع الدهون الصحية، وليه اصلا احنا محتاجين الدهون في الكيتو. هقولك كمان اشهر الاخطاء اللي ناس كتير بتقع فيها فيما يتعلق بكمية الدهون، وازاي اقدر احدد احتياجي من الدهون، وازاي تعرفي اذا كنتي بتاخدي الكمية المناسبة من الدهون او بتاخدي اقل او اكتر من احتياجك، وازاي نحل اي مشكلة بتواجهنا مع الدهون. يلا بينا نبتدي. بما ان احنا هنتكلم عن الدهون في الكيتو دايت، خلينا في الاول نفتكر سريعا ايه هو الكيتو دايت، لانه هو ده الاساس اللي احنا هنبني عليه كل كلامنا. الكيتو دايت هو نظام غذائي صحي علاجي منخفض الكربوهيدرات عالي الدهون. آلية عمله هي تحويل اعتماد الجسم على طاقة الدهون بدل من طاقة السكر. تعالوا بقى نفصص الجملة المجعلصة قوي اللي انا قلتها دي كلمة كلمة. اولا ليه قلت نظام غذائي صحي علاجي؟ اولا صحي لانه في ناس كتير بتعمل كيتو دايت وهم معتقدين انه هو نظام غير صحي وبيجيب امراض قلب وتصلب شرايين بسبب كتر الدهون، وانه احنا اصلا بنعمله لفتره صغيره علشان ننزل وزن وبعد كده هنرجع تاني لحياتنا الطبيعيه. الكلام ده غلط تماما ولا اساس له من الصحه. الكيتو الصحي مش بيعتمد على كميات كبيره من الدهون، ده غير انه بيعتمد على الدهون الصحيه اللي احنا هنتكلم عن انواعها دلوقتي، ودي مستحيل تسبب ولا تصلب شرايين ولا امراض قلب. اللي بيعمل كده هو اكل السكر والدهون الغير صحيه زي الزيوت النباتيه مثلا والدهون المهدرجه، ودي مرفوضه تماما في الكيتو الصحي. الرجوع للي بيقولوا عليه الحياة الطبيعية، واللي انا الحقيقة مش عارفة هي طبيعية في ايه بالظبط، هو اللي بيجيب الامراض دي وبيرجع الوزن يزيد مرة تانية. الكيتو دايت علاجي لان هو بيعالج مشاكل صحية كتير اللي هي بتكون مرتبطة بارتفاع السكر وضغط الدم وارتفاع نسبة الالتهاب، كل ده بيتسبب فيه السكر. كده احنا وضحنا ليه الكيتو دايت هو نظام غذائي صحي علاجي. ثانيا قلنا ان آلية عمله هي تحويل اعتماد الجسم على طاقة الدهون بدل من طاقة السكر. يعني ايه بقى الكلام ده؟ جسم الانسان علشان يعيش ويتحرك ويتنفس ويقوم بكل وظائفه الحيوية محتاج لطاقة. جسم الإنسان بيعتمد على نوعين اتنين من الطاقة فقط، الدهون والسكر. الفكرة انه الجسم ما يقدرش يعتمد على الاتنين في نفس الوقت، اما الدهون اما السكر. طيب ايه اللي بيحدد انا جسمي هيحرق ايه؟ حضرتك ليكي مطلق الحرية ان انت تختاري نوع الطاقة اللي جسمك هيعتمد عليه، بس لازم تفهمي ان انت لو اديتي لجسمك سكر، جسمك هيحرق سكر مش دهون. الجسم ما عندوش القدرة ان هو يحرق دهون الا في غياب السكر. طول ما السكر موجود الجسم هيحرق سكر. علشان كده اول حاجة بنعملها علشان ندخل في الكيتوسيس، يعني بالعربي كده جسمنا يحرق دهون، هي اننا نوقف الكرب تماما. نسبة الكربوهيدرات في الدايت بتاعنا ما ينفعش تزيد عن 5%، وده بيكون حوالي 20 جرام كربوهيدرات بس. طبعا احنا مش بنتكلم بشكل اساسي عن الكرب النهارده، بس دي المين ايديا، اننا ما بندخلش جسمنا سكر كفاية علشان يقدر يعتمد على السكر كمصدر للطاقة اللي هو محتاجها. في الحالة دي الجسم هيضطر يحرق دهون اللي هو اصلا مخزن منها كتير جدا علشان يقدر يستخدمها كآلية للبقاء في حالة وجود مجاعة مثلا. للسبب ده الجسم بيخزن دهون، بيتخن يعني، علشان يقدر يعتمد عليها لما يكون مفيش مصدر طاقة من بره. حتى لو كنت رفيعة على فكرة برضو جسمك مخزن دهون، لكن طبعا مش زي شخص عنده زيادة في الوزن. كل اللي بتكوني محتاجة تعمليه علشان تفعلي حرق الدهون هو وقف السكر، وانك تبدأي تدخلي دهون علشان الجسم يفهم انه دلوقتي في دهون فانا هحرق دهون، لان هي المصدر الوحيد المتوفر. في الحالة دي بيقدر يحرق الدهون اللي هو مخزنها بشكل سهل وسلس جدا وسريع. انا ليه بقول كل الكلام ده اللي هو ملوش علاقة بحساب كمية الدهون؟ علشان انبهك لاهم الاخطاء اللي ناس كتير جدا بتقع فيها مع الدهون لما تيجي تعمل كيتو ده. اول حاجة هو نوع الدهون نفسه. في ناس بتيجي تقول لي انا باخد زيت نباتي، هو ده هيخرجني من الكيتو؟ طيب انا سؤال زي ده مش هينفع اجاوب عليه او لا وخلاص، لان الاجابة هي لا، الزيت النباتي مش هيخرجك من الكيتو، بس لازم تعرفي ليه هو مش مسموح في الكيتو الصحي. الزيوت النباتية على رأس قائمة مسببات الالتهاب، بتتسبب في تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم ورفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجلطات. هل بالنسبة لك كل ده عادي والمهم بس ان انت متخرجيش من الكيتو؟ اكيد لا. في ناس تانية بتقول لي اصل الدهون الصحية مكلفة ومش بنقدر على ثمنها. هقول لك انت لو بتعملي كيتو صح وبتاخدي الكميات المناسبة من الدهون مش هتكون مكلفة ابدا، لان انت اصلا مش محتاجة الا كميات بسيطة جدا من الدهون. هنتكلم عن الكميات بالتفصيل كمان شوية، بس ارجوكي بلاش زيوت نباتية. تاني حاجة غلط ودي بقى شائعة جدا جدا، هي اننا نعمل كيتو من غير دهون خالص. السؤال ده جالي اكتر من مرة، انا عملت كيتو بقالي كام يوم وتعبت جدا، طب عملتي ايه؟ وقفت السكر والكارب تماما وباخد لحمه او فراخ مثلا وخضار. طيب فين الدهون يا حبيبتي؟ لا ما انا عايزه اخس بسرعه فانا مش باخد دهون. تخيلي عندك عربيه مثلا بتشتغل بالكهرباء او بالحجاره، فانت
شلتيها من الكهرباء ومحطتيش فيها حجاره وقاعده جنبها مستنيها تشتغل، عمرها ما هتشتغل. انت كده حرمتي جسمك من كل مصادر الطاقه وما اديتيلوش حافز حتى ان هو يعتمد على الطاقه اللي هو مخزنها اللي هي الدهون. الجسم هنا بيحصل له ايرور، الجسم بيحس ان هو دخل في مجاعه. وايه اللي بيحصل؟ فبيبدا يبطئ عمليه الحرق ويحول البروتين اللي انت بتاخديه لسكر ويخزنه، فمش هتخسي. لازم تاخدي الحد الادنى من الدهون الصحيه اللي يحفز جسمك ان هو يعتمد على طاقه الدهون. تالت حاجه غلط هي ان احنا نسمع حد مش فاهم بيتكلم عن الكيتو دايت وبيقول ان كيتو يعني دهون وسمنه وزيت وناخد دهون كتير جدا بدون حساب. اولا ده بيحط لود كبير جدا على الجسم، لان الجسم مش هيقدر يتعامل مع الكميات الرهيبه دي من الدهون ومش هيقدر يمتصها، وده بيعمل مشاكل كتير هنتكلم عنها كمان شويه. في نفس الوقت مش بيدي فرصه للجسم ان هو يحرق الدهون المخزنه، فبرضه مش هتخسي. الصح ان احنا ناخد الكميه اللي تحفز الجسم ان هو يعتمد على طاقه الدهون، فيبدا يحرق الدهون اللي هو مخزنها لما الطاقه اللي احنا اخدناها من الدهون في الدايت بتاعنا تخلص. كده احنا عرفنا ايه هي اشهر الاخطاء وليه الدهون مهمه في الكيتو دايت. تعالي بقى اقول لك ايه هي اهم انواع الدهون الصحيه في الكيتو دايت. اولا والاهم هي شحوم الحيوانات. ايه هي شحوم الحيوانات؟ هي الدهون اللي بتكون موجوده مع البروتين نفسه، زي التجزيعات الدهنيه اللي بتكون موجوده في اللحمه مثلا، زي الدهون الموجوده في الاسماك زي جلد الفراخ او ايا كان نوع الطيور اللي احنا بناكلها. ثانيا عندنا بقى الزبده والسمنه الحيواني، عندنا كمان زيت الزيتون، زيت جوز الهند، الام سي تي اويل، عندنا كمان زيت السمسم، زيت الافوكادو والطحينه. دي تعتبر اغلب انواع الدهون الصريحه. عندنا بقى الدهون اللي بتكون داخله في الاكل نفسه زي الافوكادو مثلا، المكسرات، الزيتون نفسه، الجبن كمان فيها نسبة دهون. كل دي مصادر للدهون الصحية متوفرة ومتنوعة جدا، وفي كتير منها مش غالي ومش مكلف. فأنا مش عارفة ليه ممكن نتجه للدهون المتحولة. ده هيودينا لنقطة مهمة جدا اللي هي اللخبطة اللي بتحصل في حساب الدهون. ليه الناس بتتلخبط لما يجوا يحسبوا كمية الدهون؟ لسببين. اولا لاننا مش بنكون عارفين نحسب الكميه المناسبه لينا. ثانيا ان زي ما شفنا الدهون بتيجي ساعات كتير متداخله مع البروتين والكربوهيدرات، فمش بنكون عارفين احنا اخدنا قد ايه دهون او ناخد قد ايه كميه من النوع الفلاني مثلا، المكسرات او الجبنه. طيب ازاي بقى نعرف احنا محتاجين قد ايه دهون، وازاي اعرف احسب الدهون في اكلي؟ اولا الكميه المناسبه من الدهون. احنا طبعا عارفين ان الماكروز في الكيتو دايت هي من 70 لحد 75% من الدايت بتاعنا فاتس، 20% بروتين، 5% كربوهيدرات. ايوه ما احنا عارفين الكلام ده ومش فاهمين برضو. خلينا بس في الاول نوضح اللخبطه جايه منين وليه. مفيش رقم محدد ينفع اقولك هو ده الكميه اللي انت محتاجاها من الدهون. اولا لانه احنا كلنا مختلفين، المية في المية اللي انا محتاجاهم مش هما المية في المية اللي انت محتاجاهم. لو انا مثلا سني صغير، حرقي عالي، معدل نشاطي كبير، حجم جسمي كبير، فانا اكيد هكون محتاجه مغذيات اكتر من شخص متقدم في السن مثلا، حرقه منخفض، معدل نشاطه قليل، حجم جسمه صغير. كل دي اختلافات من شخص للتاني بتحدد هو محتاج ايه في الدايت بتاعه. لازم انا اكون عارفه عنك معلومات كتير جدا علشان اقدر احدد كميه الدهون اللي انت محتاجاها بالظبط. علشان كده في برامج الدايت بتاعتي مثلا مفيش برنامج واحد هو ستاندرد لكل الناس، لا، كل شخص لازم يديني بياناته ومعلوماته بدقه علشان اقدر احط له النظام اللي يناسبه. طب يعني نورتي المحكمه كده بقى، احنا كده استفدنا ايه؟ هقولك ان انت تقدري تحددي احتياجك من الدهون بنفسك وبسهوله، لكن في الاول بنحتاج نجرب لحد ما نقدر نحدد الكميه المناسبه، وده عاده مش بياخد وقت كتير. اولا شخص بيحاول ينزل في الوزن مش بيكون محتاج ابدا اكتر من 75 جرام من الدهون في اليوم كله، ومش اقل من 55 جرام علشان نقدر نحفز حرق الدهون. يعني احنا كده بنتكلم في رينج بين 55 لحد 75 جرام دهون تقريبا، قربنا اهو. طيب ازاي اقدر احدد احتياجي بالظبط؟ هقولك من العلامات اللي بتحسيها اللي بتبين اذا كنت بتاخدي اقل ولا اكتر من احتياجك. اولا العلامات اللي بتقول ان انت بتاخدي اقل من احتياجك من الدهون. احنا اتفقنا خلاص ان هو مش اقل من 55 جرام دهون، لكن كمان احساسك بالجوع بين الوجبات هو مؤشر مهم جدا. لو انا دايما بين الوجبات عندي علامات جوع حقيقيه، فده معناه ان انا ما باخدش دهون كفايه. لو انا بدوخ او بحس بهبوط او ما بيكونش عندي طاقه، ده معناه ان انا ما باخدش دهون كفايه، ما باخدش طاقه كفايه. لو بدات تظهر عليا مشاكل صحيه مرتبطه بنقص المغذيات والمعادن والفيتامينز، زي سقوط الشعر مثلا او لخبطه البيريود او الشد العضلي والكرامبس والارق، ده معناه ان جسمي مش بيقدر يمتص الفيتامينز والمينرالز اللي هي فات سالييبل اللي بتدوب في الدهون، لان انا مش باخد دهون كفايه في وجباتي. لو بصحى بالليل حاسه بجوع وعندي شوجر كريفنج، ده كمان ممكن يكون معناه ان انا مش باخد دهون كفايه. الحل هنا ان انا ابدا ازود كميه الدهون بالتدريج لحد الاعراض دي ما تختفي خالص. طيب ازاي اعرف ان انا باخد دهون زياده؟ دي بقى اعراضها كتير جدا وبتبقى واضحه ومش محتاجه وقت عشان تبان. زي ايه؟ اولا الانتفاخ والشعور بعدم الراحه،
اول ما تحسي ان عندك انتفاخ وان معدتك مكركبه ومش مرتاحه، اعرفي ان انت بتاخدي دهون زياده. ثانيا الاسهال. الاسهال واحد من اعراض زياده الدهون، لانه ده بيخلي الجسم يفرز عصاره صفراويه اكتر من اللازم، ودي تعتبر ملين الامعاء، علشان كده ممكن يحصل اسهال. ثالثا لون البروز بتاعك، لو لونه غامق او بيطفو دي كمان علامه على زياده الدهون. رابعا ان وزنك يثبت. لو وزنك ثابت من غير اي سبب من اسباب زياده الوزن اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو ده، يبقى انت بتاخدي دهون زياده، فجسمك مش واخد فرصته ان هو يحرق الدهون المخزنه. دي اشهر العلامات على زياده كميه الدهون، والحل بسيط جدا ان انت تقللي الدهون بالتدريج برده لحد ما الاعراض دي تختفي. طيب في سؤال مهم قوي بقى، لو انا باخد الحد الادنى من الدهون ولسه برده العلامات دي كلها او حاجه او اتنين منها موجوده عندي، اعمل ايه؟ ده معناه ان احنا عندنا مشكله مع هضم وامتصاص الدهون، وده معناه مشكله في الكبد او المراره او البنكرياس. الدهون علشان يتم امتصاصها لازم يكون في عصاره صفراويه او بايل اسيدز. الكبد هو المسؤول عن انتاج العصاره الصفراويه دي، المراره مسؤوله عن تخزين وتركيز العصاره، والبنكرياس هو المسؤول عن انتاج انزيم الليباس اللي هو مسؤول عن تكسير الدهون لجزيئات اصغر علشان الجسم يقدر يتعامل معاها بطريقه اسهل. طيب ايه الحل في الحاله دي؟ الحل هو ان احنا ناخد البايل اسيد دي من البيور بايل سولتس، الاملاح الصفراويه النقيه، ودي متوفره في صوره سبلمنت، وبتكون اساسيه بالنسبه لاي حد عنده مشاكل في المراره او عامل عمليه استئصال للمراره، لان جسمه مش بيكون عنده القدره على تخزين وتركيز العصاره الصفراويه. لما تحسي ان انت مش بتجوعي بين الوجبات ومفيش عندك اي علامه من علامات زياده الدهون، ده معناه ان هي دي كميه الدهون المناسبه ليك. طيب في سؤال تاني مهم جدا جدا، ازاي اقدر احسب الدهون الموجوده في الاكل بتاعي؟ مش الدهون الصريحه زي الزيت والزبده، لان دي اكتر حاجه بتعمل لخبطه وبتخلي الناس مش عارفه تحسبها ازاي. في حاجات كميه الدهون فيها بتكون ثابته، زي البيض مثلا، البيضه الواحده بتحتوي على 5 جرام من الدهون الصحيه، فانا مثلا لو اخدت 4 بيضات في الوجبه بتاعتي، ده معناه ان انا كده خلاص اخدت 20 جرام من الدهون الصحيه اللي انا محتاجاها في الوجبه بتاعتي. معلقه كبيره من الزبده مثلا فيها حوالي 11 جرام من الدهون، كده خلاص انا مش محتاجه احسبها. طيب الدهون الموجوده في البروتين نحسبها ازاي؟ تعالي نفترض مثلا ان انت محتاجه 150 جرام من البروتين. البروتين هنا اقصد بيه وزن قطعه اللحمه، مش 150 جرام صافي بروتين. بمنتهى البساطه هجيب اي ابلكيشن في الدنيا من اللي بتحسب الماكروز الموجوده في الاكل، وهكتب نوع البروتين بتاعي، مثلا هكتب كفته او سجق بلدي او سلمون او فراخ مشويه ايا كان، وهكتب الكميه بتاعتي 150 جرام. الابلكيشن هيقول لك الكميه دي فيها قد ايه دهون، وليكن مثلا 20 جرام دهون، وخدت معلقه زبده 11 جرام، يعني انا خدت حوالي 30 جرام من الدهون. لو انا باخد وجبتين في اليوم فانا كده ممكن محتاجش دهون تاني، ممكن اخد مثلا 20 جرام مكسرات، هعمل نفس الحكايه، هكتب النوع بتاعي هحطه على الابلكيشن هيطلع لي فيه دهون قد ايه. انا كده عرفت الوجبه بتاعتي فيها قد ايه بالظبط دهون بمنتهى السهوله في دقيقه واحده. بس خلي بالك اوعي توقعي في الغلطتين دول. اول حاجه ان انت تاخدي بروتين صافي، لان ده بيحفز افراز الانسولين جدا، لازم نختار نوع بروتين يكون دهني. تاني حاجه ان انت ما تحسبيش الا الدهون الصافيه زي الزبده والزيت، لان انت ممكن تكوني بتاخدي دهون متداخله مع الاكل اكتر من الدهون الصافيه، وبعدين ترجعي تقولي انا ما بخسش ليه، انا ما باخدش دهون كتير. لا، انت بتاخدي كتير بس انت مش عارفه تحسبيها ازاي. في الاخر عايزه افكرك ان طاقه الدهون هي الطاقه الافضل والانضف لجسمك ودماغك، وانك اول ما تستغني عن السكر اللي بجد انت فعليا مش محتاجاه، هتحسي بالفرق قد ايه كبير في جسمك وطاقتك ومجهودك وتركيزك، وكمان في حل مشاكلك الصحيه زي مقاومه الانسولين مثلا، وارتفاع ضغط الدم، وزياده الوزن، وارتفاع الكوليسترول، لان دي كلها مشاكل مرتبطه بارتفاع سكر الدم وارتفاع الانسولين، اسمها الميتابوليك سيندروم. وكمان هتحسي بانخفاض معدلات الالتهاب اللي انت بتحسي بيها في صوره الام متفرقه في جسمك مش عارفه سببها طول الوقت، وكمان هتتخلصي من الشعور بالجوع والعصبيه والتقلبات المزاجيه اللي بيتسبب فيها برضو اضطراب سكر الدم على مدار اليوم. لو لسه ما بداتيش كيتو ابداي، وصدقيني مش هتندم. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب لقناه كيتو صح على اليوتيوب، وما تنسيش تشاركي الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصل له. ولو عندك اي سؤال سيبيهولي في الكومنتس وهرد عليك. لو عايزه تاخدي فكره عن برامج الدايت هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي، باي.